والآن ننتقل إلى ألمانيا وقصة نجاح مبهرة أشرف عليها البروفيسور الفلسطيني أسعد هنية، عملية زراعة قلب صناعي ناجحة لمريض عانى من ضعف شديد في البطين الأيمن والبطين الأيسر. هذا الإنجاز الطبي هو الأول من نوعه على مستوى ألمانيا وال21 على مستوى العالم. ركزوا، زراعة قلب صناعي وليس قلب طبيعي. سنتعرف بالتأكيد على تفاصيل مع مدير قسم زراعة الأعضاء والدعم الميكانيكي في مستشفى جراحة القلب والأوعية الدموية في مدينة كيل شمال ألمانيا، البروفيسور أسعد هنية بنفسه ينضم إلينا الآن عبر السكايب. أهلا وسهلا بك بروفيسور، وبالتأكيد نبارك لك هذا النجاح حقيقة. مساء الخير، أهلا وسهلا، الله يبارك فيك. ونفخر بكل تأكيد، أهلا وسهلا، صباح الخيرات أستاذ دكتور أسعد. طيب بالبداية بروفيسور دعنا نتعرف معك يعني على ماذا أو ماذا يميز هذا الإنجاز خلافا لعمليات زراعة القلب الصناعي السابقة. أول شيء بحب أوضح للجماعة للناس كلها يعني أنه هذا زراعة القلب الصناعي هذه إنجاز طبي، لأنه في قبل هيك كان في أكثر من جهاز، بس الجهاز هذا الجديد بيختلف عن كل الأجهزة اللي لغاية الآن انزرعت. ليش؟ لأنه هذا الجهاز يشبه القلب البشري، القلب الطبيعي، مش بس بالشكل كمان بعمله، لأنه في صمامات نفس الصمامات بالقلب الطبيعي، بعدين في نظام النبض، لأنه الأجهزة اللي كانت لغاية الآن موجودة كلها فيها دم متواصل، الآن هذا الجهاز في نظام النبض، يعني في يكون زي القلب الطبيعي، يعني بناسب جسم الإنسان، يعني إذا الإنسان عمل إرهاق فالنبض بيعلى، وإذا كان الإنسان عنده هدوء أو نوم فالنبض ينزل. وبعدين غير هيك أهم شيء إنه الجهاز هذا معمول عن طريق أنسجة كلها حيوية، يعني ما فيش داعي إنه المريض بعد هاي الزراعة يأخذ أدوية لتسيل الدم غير عن الأجهزة اللي كانت موجودة لغاية الآن. نعم، طيب أخبرنا أكثر عن حالة المريض فعليا التي استدعت هذه العملية. المريض اللي عندنا هو كان مريض أصلا لازم بدنا نعمل له كان زراعة قلب، زي ما حضرتك تفضلتي، هو المريض هذا كان عنده مشكلة في القلب في ناحية اليمين والناحية الشمال، يعني هذه أمراض أو مرض بيكون قليل، عادة معظم المرضى اللي إحنا بنعالجهم بيكون عندهم مشاكل يا في الناحية اليمين بين اليمين يا أو الأيسر، بس هذا المريض كان عنده الناحيتين، وعادة المرضى هذول بنعملهم زراعة قلب، بس المريض هذا للأسف يعني استنى أكثر من 4 أو 5 أسابيع ما في كان تبرع للقلب، عشان هيك إحنا عملنا له هذه العملية، وهذا كان بالنسبة لنا إحنا أول عملية بنجزها على مستوى ألمانيا يعني تكون ناجحة، والحمد لله المريض منيح كثير، العملية نجحت الحمد لله، والمريض قعد حوالي 10 أيام على العناية المركزة، بس الحمد لله لقيته هو حالته منيحة كثير، وإن شاء الله بإذن الله يمكن الأسبوع الجاي واللي بعده يعني حيرجع على البيت وحيعيش إن شاء الله حياته طبيعية. إن شاء الله يا رب. جميل، طيب نود معرفة تفاصيل العملية معك بروفيسور أسعد، لو تخبرنا عن فريق العمل، عدد الساعات اللي كانت تم إجراءها العملية. هي كانت عملية صعبة لأنها طبعا أول عملية، واحنا يعني كنا جايين مساعد جراح من فرنسا اللي هو بيشتغل مع الشركه اللي عمل الزراعات اللي قبل هيك على مستوى العالم، فكنا احنا تقريبا 5 أطباء اللي عملنا العمليه. العمليه طولت تقريبا 9 ساعات لانه المريض كان قبل هيك بال 2014 عامل عمليه على الصمام، كان عنده الميترال بالف في عملية، عشان هيك طبعا كانت في شوية صعوبات في العملية، بس الحمد لله يعني نجحت. كانت طبعا زي ما حكيت لك صعبة لأنه أول مرة وما بدنا كنا يعني يصير أي complication، عشان هيك يعني كنا حريصين إنه من أولها يعني يكون كل شيء تمام، الحمد لله يعني طولت 9 ساعات بس كان إنجاز عظيم، والحمد لله المريض زي ما حكيت لك بعدها بيومين كان صاحي، وبعد 10 أيام الآن ترك العناية المركزة.
نعم. طيب دكتور أسعد، وإن كان لديك طبعا يعني سي في وسيرة ذاتية قوية، لكن كونك ذكرت أن هذه العملية هي الأولى من نوعها، بالتأكيد احتاجت أيضا إلى تحضير مسبق، فأخبرنا عن فترة التحضير، فترة الدراسة لظروف هذه العملية. والله احنا المريض هذا يعني الجهاز كنا احنا عارفينه من الشركه، هو شركه فرنسيه، شركه حامد الفرنسيه، هم بيطوروا الجهاز من اكثر من حوالي 20 سنه بيشتغلوا على الجهاز وبيطوروا، والان الجهاز من تقريبا سنه مسموح انه نعمل زراعته في المانيا. والجهاز طبعا ما احنا ما كان عندنا خبره فيه، في كم مريض بالاول عملوا لهم العمليه واحنا شفنا انه النتائج كانت رائعه، واول ما سمحوا لنا بالمانيا انه نعمل زراعه لهذا الجهاز احنا شفنا يعني كلمنا مع الشركه وشفنا المريض هذا، لان المريض هذا زي ما انا حكيت لك الاول يعني كان عنده مشاكل بالطين الايمن والايسر. نعم. وعادة المرضى هذه احنا بنعملهم عادة زراعة قلب، فكنا احنا يعني من اول متفقين مع الشركة ومع الدكاترة اللي جايين من فرنسا انه لما نشوف في مريض يكون مناسب للقلب الصناعي هذا انه احنا نعمل العملية. نعم. والحمد لله يعني كانت طبعا التحضيرات اكثر من اسبوعين، لانه هذا طبعا هنا في المانيا اول جهاز لازم نعمل له زراعة، طبعا في تحضيرات كبيرة طبعا عن طريق الدولة عن طريق المستشفى هنا. بس الحمد لله يعني كل شيء كان بالآخر ناجح، والحمد لله أهم شيء طبعا العملية نجحت والمريض الحمد لله بخير. نعم. طيب كما نعلم يعني بروفيسور أسعد أنه يعني من أسباب أو اللي بتصدر أسباب الوفيات هو مرضى القلب أو مرض القلب، لو تخبرنا هذا الإنجاز تحديدا يعني كيف رح يساهم بعلاج يعني أغلب أو جميع أمراض القلب؟ زي ما حكيت لك بالأول الجهاز هذا وزراعة الجهاز هذا بيعتبر بالنسبة لنا إنجاز طبي نوعي. ليش؟ لأنه عادة المرضى هذولا الحل الوحيد لهم هو زراعة القلب، ما في عندهم حل ثاني، لأنه هذولا مرضى عندهم قصور حاد بالقلب، والحل الوحيد لهم طبعا هو زراعة القلب. في ألمانيا هنا وفي أوروبا في الغرب يعني عادة الأعضاء المتوفرة إن الواحد يعمل زراعة قلب، ففي مرضى كثير رغم هيك بيموتوا على الويت ليست، يعني اللي بيستنوا وبيصيروا على هم بيستنوا ان واحد يتبرع لهم، ممكن بيصير عندهم مضاعفات ويموتوا. وبعدين في يعني انت عارفه عندنا احنا بالوطن العربي خاصه في ناس لسه مش متقبله موضوع اللي هو زراعه الاعضاء. هذا حل طبعا للناس اللي هي مش متقبله موضوع زراعه الاعضاء هذه، هذا حيحل لنا طبعا مشكله كبيره وحيقلل عدد الوفيات من المرضى اللي عندهم قصور حاد بالقلب اللي صعب الواحد يعملهم زراعه قلب طبيعي. فاحنا متاملين الجهاز هذا انه على مدى بعيد يحل مشكله الاضعاف المضاعفات اللي بتصير للمرضى هذول اللي عادة بيموت قبل ما يكون في لهم قلب تبرع. نعم. ونعملهم زراعة قلب طبيعي. دكتور بس أنا حابة أستفسر من الناحية الطبية، هل عادة في زراعة الأعضاء الطبيعية بيكون في فحوصات مسبقة لدراسة عملية التوافق، فيما بعد يكون هنالك تنبؤ أنه يصير فيه مضاعفات مناعية ولذلك يعني المريض بياخذ أدوية مثبطة للمناعة، في القلب الصناعي هذا الأمر كله مش موجود وبالتالي ممكن القلب الصناعي يعني يضبط على جميع الحالات المرضية الخاصة بالقلب؟ سؤال مهم جدا. المرضى اللي بنزرع بنعملهم زراعة قلب طبيعي والمرضى اللي بنعملهم حتى زراعة قلب صناعي لازم طبعا قبل العملية نعملهم فحوصات كبيرة جدا وعديدة جدا اللي نشوف هل هم صالحين لزراعة قلب ولا لا. هذا الجهاز لغاية الآن وطبعا هيحل لنا مشاكل كثيرة، بس هو لغاية الآن مصنوع كبريدج تو ترانسبلانت، يعني انه الواحد يزرعه للمرضى عبال ما جسمهم يرتاح وبعدها يكون في امكانيه يعملهم زراعه قلب صناعي. بس زي ما حضرتك تفضلتي المنيح بالجهاز هذا طبعا انه الادويه هذه اللي بياخذها عاده الواحد
بعد زراعة القلب. كل هالأدوية هذه مش لازم ياخذها الواحد بعد زراعة القلب الصناعي هذا، لأنه هو نعم مصنوع من نسيج حيوي، وعشان هيك حتى الأدوية اللي عادة الواحد بياخذها، يعني المرضى بياخذوها بعد صناعة الأجهزة اللي هو القلب الصناعي، عادة اللي بناخذها لغاية الآن زرعناها كلها كانت عاملينها معاملات بمواد كيميائية، عشان هيك كان لازم المرضى ياخذوا أدوية ليعملوا سيول الدم. فهذا هو الإنجاز، إنه إحنا زرعنا قلب صناعي يشابه القلب الطبيعي، ومعظم الأشياء اللي لغاية الآن كانت عقبة إنه المرضى يعيشوا فيه 5 أو 10 سنوات، هذه إن شاء الله حتكون الحل. جميل. وإحنا متأملين طبعا إنه يكون عندنا طبعا بعد 5 أو 10 سنوات خبرة أكثر، وإن شاء الله الجهاز هذا يكون يحل مشاكل مرضى كثيرة اللي عادة لازم الواحد يعملها زراعة قلب. نعم، يعني صراحة بدأنا اللقاء معك بالمباركة ونختمها بالمباركة، وفعلا مدعاة للفخر، نفخر بك، كل الوطن العربي يفخر بك يعني. بروفيسور أسعد هنية، شكرا لك لوجودك معنا، وجهود عظيمة صراحة، شكرا لك.